بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. والنهاردة احنا جايين نتكلم على ازاي نمنع افتراس الطيور لبعضها البعض. افتراس الطيور هي ظاهرة سيئة وغير مرغوبة، لانها بتأثر بالسلب على صحة الطيور وبتسبب خسائر كبيرة في انتاجية الطيور دي. بتبدأ ظاهرة الافتراس في الطيور بان بعض الطيور القوية بتبدأ تنقر وتجرح في الطيور الضعيفة أو الطيور الصغيرة. بمجرد ظهور لون الدم نتيجة للجروح دي، بتبدأ الظاهرة تنتشر في القطاع كله وتبدأ الطيور تنهش في بعضها البعض. طيب يا ترى إيه سبب الظاهرة دي؟ في الواقع في سبب رئيسي، وهو نقص البروتين في العليقة. كمان هناك أسباب تانية ثانوية زي ازدحام الطيور، تربيتها في مساحة أقل من المطلوب، زي تجويع الطيور أو التغذية على عليقة غير متوازنة وغير مكتملة العناصر، سواء بقى نقص بقى البروتين أو الأملاح المعدنية، زي شدة الإضاءة أو ارتفاع الحرارة أو سوء التهوية. كمان ممكن التنافس بين الطيور على العلفات أو المسائي، خاصة لو عدد العلفات أو المسائي أقل من المطلوب. من الحاجات المهمة برضو اللي ممكن تؤدي كده، ان اسيب الطيور الميتة في ارض العنبر فترات طويلة بعد موتها، او ان يكون عندي طائر مجروح لاي سبب واسيبه في وسط الطيور بدون معزله، او ان انا ما اقصش منقار الطيور وهي صغيرة، او ما هزبش منقار الطيور الكبيرة. عشان كده وعشان اذا عرف السبب بطل العجب، لو تلافينا بقى الأسباب دي، سواء كانت بقى أسباب ثانوية أو أسباب أساسية، يبقى فرصة ظهور الافتراس هتكون قليلة جدا، ده لو ما كانتش معدومة. لذلك لازم نقدم للطيور عليقة متزنة فيها بروتين وعناصر معدنية بصورة كافية، ونوفر مساحة كافية وعدد مناسب من المسائي والعلفات، ونوفر الظروف البيئية المناسبة من حرارة وإضاءة وتهوية، ونتخلص من الطيور الميتة فورا ونعزل الطيور المجروحة. يعني وضع أشبارة أو عود دقيق في أنف الطائر ده غير مفيد؟ أيوة، بل إن أضراره أكبر من فوائده. عشان كده لازم كمان نقص المنقار، سواء كان بقى الكتاكيت الصغيرة هنقص منقارها، والطيور الكبيرة هنهذب المنقار في فترة معينة، وبيكون ده باستخدام جهاز المنقار. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنوضح لكم ازاي نقص او نهذب المنقار. وبالتوفيق.